يلتئم معرض مقديشو للكتاب للسنة الثالثة على التوالي في جو من الحماس والإقبال الكبيرين، ويشمل المعرض ندوات ثقافية وعروضا فنية إلى جانب الحدث الأهم، وهو عرض أحدث ما أنتجه الكتاب الصوماليون ضمن 2000 كتاب تشمل نحو 900 موضوع في مختلف المجالات، ويشارك فيه 31 كاتبا من داخل الصومال وخارجه. عندما بدأنا هذا المعرض عام 2015 كان عدد من ساهموا فيه من عموم الصومال 11 شخصا فقط، واليوم يبلغ عددهم 89، وفي كل شهر يكشف النقاب عن كتاب أو يتم مناقشته في معظم المدن الصومالية. فرتون كوسو أستاذة بإحدى الجامعات في كندا، تصدرت روايتها المعنونة تيل أوف بونيس لايف قائمة الكتب الأكثر إعجابا لهذا العام. تتناول الرواية أوضاع بعض القبائل الصومالية المهمشة والمعزولة بسبب الحرف التي يمتهنها أبناؤها، ونتيجة لذلك يتعرضون لصنوف من التمييز حيث تمتنع القبائل الأخرى عن مصاهرتهم. أسلوبها الأدبي الجذاب ودخولها إلى عمق الأزمة من خلال شخصيات الرواية أعطاها بعدا إنسانيا لامس قلوب الجميع وعاد معاناة هؤلاء إلى الواجهة. أكبر هدف من هذا الكتاب هو أن يكون مرآة يرى فيه كل صومالي نفسه من خلالها، كي يعدل تصرفاته الخاطئة تجاه هذه الفئة المهمشة، خصوصا أصحاب النفوذ من تجار وأصحاب السلطة وكل من لديه قدرة على تغيير هذا السلوك السلبي تجاه إخوانهم. وموضوع الكتاب حساس وواقعي، وهو ما جعل كثيرين يحتفون به. التيه كان هو الآخر أحد الكتب الأكثر تداولاً، فهو يحكي قصة فتاة فرقت الحروب الأهلية بينها وبين أسرتها، ويسرد الكاتب قصتها وتفاصيل حياتها في رحلة التيه إلى أن شاء القدر لها أن تلتقي بأهلها. واستمدت الرواية سحرها من مساعدة المؤلف في لم شمل العائلة نتيجة اطلاعه الدقيق على تفاصيل ما جرى للفتاة. كثير من الكتاب تحدثوا عن الخسائر البشرية والمادية بسبب الحروب. ما تطرقت إليه في كتابي يختلف، إذ تناولت الآثار الاجتماعية وانعكاساتها السلبية على كثير من الأسر الصومالية. ساهم هذا المعرض في زرع بذور حب القراءة في قلوب شباب العاصمة، كما هيأ لهم مسرحا لعرض مواهبهم والالتقاء بكتاب قديرين لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار. وعبر كثير من المشاركين عن إعجابهم بهذه الأنشطة. أهم ما استفاد منه الصوماليون من معارض الكتب هو التعارف والاندماج المجتمعي، فالاهتمام بالكتابة بدأ، ولكن جودتها محل نقاش ويجب الوقوف عندها كثيرا. هي إذن محاولات جادة وصورة من صور التعافي التدريجي الذي تشهده العاصمة الصومالية مقديشو، ويأمل هؤلاء الشباب المتعطشون للعلم والمعرفة والوئام أن يصلح الكتاب والأقلام الهادفة ما أفسدت السياسة. تدريجيا تحاول مقديشو استعادة الأنشطة الثقافية التي غيبتها سنوات الحروب في تجربة يؤمل منها أن تساهم في زيادة الوعي لدى الصوماليين بأهمية القراءة وبأن خير جليس في الزمان الكتاب وليس البندقية. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.